نديم ولقدرة نديم على العودة من جديد لأجواء التتويجات والألقاب. تنطلق المباراة من أقدام الجيش الملكي بأول لمسة من الطرف الأيسر، تغطية من جواد الأميق مدافع رجاء. رجاء خلال الأسابيع الأخيرة، خلال الأشهر الأخيرة، شد كرة من تونغرا توبيو كوليبالي، كرة التوفيق إجراتان ممتازة جدا بلمسة. الأول في المباراة، الأول في المباراة، والعميد العميد يستحق صفة العميد في الكرة المطلية، يتمكن من تسجيل هدف جميل جدا في الدقائق الأولى من مباراة اليوم. تصبح النتيجة 1-0. محمد لفقي، لفقي بنت بركته في الكرة الماضية ليسجل هدفا، كان من صناعة لفقي، ولعب إجروتان ورجعت لفقي للمرة الثانية. هنا لفقي تجاوز دفاع رجاء، ورط دفاع رجاء بكرة توفيق إجروتان اللي كانت كي، كانت كي لما كان غارق عليه أنس سنيتي زاوية التسديد. فضل أنه يرجع الكرة لفقي الذي ارتقى فوق الجميع ويسجل الهدف الأول في مباراة اليوم. تصبح النتيجة 0-0، وفرحة وفرحة لمناصري الجيش الملكي. المباراة تشعل منذ دقائقها الأولى هدف، سيمنحنا الفرصة لمتابعة المباراة من مدرب إسباني آخر، المدرب السابق لنادي المغرب التطواني سيركو لوبيرا، لما أقصى من دوري أبطال إفريقيا، لما أقصى المغرب التطواني الأهلي المصري، حان موعد مغادرة غاريدو للقلعة الحمراء للنادي الأهلي ليمضي شهور قليلة بالمملكة العربية السعودية قبل كرة واحدة هي كرة الهدف أنس الزنيتي، فيما لم يختبر محمد أمين البركادي حتى في كرة لما يقارب 32 دقيقة لمضات من زمن الجولة الأولى. كرة من عصام الرقي، عصام افتكاك الكرة من إبراهيم باكيوكو. مستقبل هذه المباراة وما الذي يخفيه لنا محمد لفقي؟ سدت الكرة بعيدة عن مرمى الحارس أنس الزنيتي، خرج كورتو الجهة اليمنى، زكريا حدرف، زكريا مشاب كورتو، زكريا، زكريا للجليل لمحمود بن حليب، لعبها له بشكل ممتاز جدا زكريا حدرف، ابرز وافضل فرصه تلعبات لما وصلت الكره المحمود بن حليب، تايمينغ ممتاز جدا ما تعطلش فيها بزاف. مرة زكريا حدرف اللي كان بامكانه ان يضع الحارس محمد امين البرقادي في ميزان الاختبار في هذه المباراه. افضل فاصل ماري، افضل هجمه منظمه لرجاء خلال الجوله الاولى من هذه المواجهه. ضربة تساوي لنصور الخضر، لعبات كرة من الشاكر، وتدخل الحارس محمد أمين بركادي الذي اختار المكان والزمان المناسبين ليبدأ ردة فعل تتناسب مع محمود بن حليب. مشات الكرة، زكريا حدرف، محسن ياجور، ياجور في منطقة الجزاء، لكن المتابعة من طوبيو كوليبالي، طوبيو كوليبالي، شاكر، شاكر في منطقة الجزاء، مبعد مازال الخطورة. زكريا حدرق، إبراهيم باكيوكو، والحكام يقول واصل اللعب، لا وجود للمسة يد في الكرة الماضية. تماس الجيش الملكي للإعادة المطالبة بلمسة يد، إعادة من زاوية أولى ما توضحش. عصام خرج كورتو من جهة اليمنى، زكريا حدرف يبحث عن الحل المهاري، الحل الفردي من الطرف الأيمن. ممتاز الكرة الأخيرة لكن تجاوزت خط المرمى كما يقول الحكم المساعد الثاني. كانت وقت طريقة لمرمى الحارس محمد أمين البرقادي، كرة زكريا حدرف تجاوزت خط المرمى. كرة زكريا حدرف واحد من انشط العناصر، سوى ظهيري خط دفاع عبد الرحيم شاكر وكذا اللاعب التومي. مشات كرة للجيش، لعبها في القائمة الثانية ممتازة جدا، ومبعد من التومي في التغطية. تومي عنده مهام دفاعية فقط، شأنه شأن عبد الرحيم شاكر، الأمر واضح من خلال تعليمات خوان كارلوس غاريدو. غاب عن الوجود عن الساحة تماما، لعبات كرة طويلة أنس الزنيتي، زكريا حدرف، زكريا تعود الكرة لرجاء الإمام أبرف، حدرف لعبات كرة في منطقة الجزاء،
مبعدة لماما بيدي لما عيسى مراقي رجعت كرة بدر بنون من عبد الرحيم شاكر تلعبات الكرة من جوادة اليمين مازال الخطورة مازال يسكري حدرف والكرة مبعدة ضربة زاوية للرجاء باكايوكو ممتاز إبراهيم مشات كرة من جديد من صابر لعبات كرة للجيش الملكي هناك إمكانية هناك زيادة عددية ممتازة جدا كرة اليوسفي من الطرف الأيمن اليوسفي ممتازة جدا والتدخل هنا ساسنيتي ضربة خطا غير مباشرة في التنفيذ للرجاء إمام أبيدي تسدد الكرة ممتازة جدا في هذا الحارس محمد أمين البرقادي أول تير كادري في الجولة الثانية أول كرة مؤثرة للرجاء من قدم إمام أبيدي تشيكيتو تسديده من زمن اخر من عالم اخر بالرحمه من جديد بالرحمه لم يكن رحيما في كرتين جرب حده الاولى ابراهيم شاكر كره اليميق استلام انس اسنيتي انس بدر بنون يبحث عن انطلاقات زكريا حضر الكره الانيق بنون للخطير يجور وابراهيم باكايوكو فضل ابعاد الخطر كل الخطر الذي كان يداهم دفاعات الجيش الملكي وحارس مرمى لعب الكره محمود بن حليب رجع كورتو للرجاء في منطقه الجزاء وتدخل دفاع الجيش الملكي صابر الغنجي والهجمه المضاده السريعه من الطرف الايسر لاستغلال هذه الكره تراجع لاعبي الجيش الملكي للمنطقة الدفاعية ضربة خطأ الرجوية تطعن بحثا عن هدف تعادل في الجولة الثانية من هذه المباراة لعبات الكرة بن حليب حضر هذا الهدف على نار هادئة ويسجل هدف يساوي الكثير خوان كارلوس غاريدو كم هو محظوظ هذا الرجل وهو يوم باجراء تغيير يمنح له هديه محمود بن حليب ويسجل هدف يساوي الكثير في مباراه الذهاب تصبح النتيجه 1-1 هنا الكره تلعبات بشكل ممتاز جدا توبيو كوليبالي خلى محمود بن حليب لوحده ولما تخلي الحليب لوحده في منطقة الجزاء انتظر الطوفان رجاوي في مدرجات المجمع الرياضي الأمير مولى عبد الله احتفالا بهدف تعادل تصبح النتيجة 1-1 والمسجل محمود بن حليب والنتيجة 1-1 المباراة ستشتعل يا سادة يا كرام في الدقائق التي تبقت عن نهايتها والنتيجة هدف لهدف كل شيء ممكن في مباراة اليوم الجولة الأولى قلنا انه هدف الرجاء ممكن له يجي بن حليب مشى بكورتو بن حليب عند زكريا حدراف بن حليب اللمسه ياجور كان بالامكان يا ساده يا كرام متابعه هدف ثالث في مباراه اليوم الرجاء في الجوله الثانيه مختلف على ما تابعناه جواد اليميق سدد كورتو رجعت من طرف الايسر للرجاء عبر حدرف عبر زكريا مرتين والحكم يقول ضربه مرمى للحارس محمد امين البرقادي الرجاء افضل حاله في الجوله الثانيه الرجاء يبدو اقرب لتسجيل هدف اخر وتراجع مخيف للجيش الملكي مباشره بعد تسجيله للهدف هنا لولا محمد امين البرقادي لكان الرجاء سجل هدف ثاني له في هذه المباراه كره في تورا من الحداد مشات كره للجيش الملكي اليوسف في منطقه الجزاء تضيع الفرصه من تونغارا كان قريبا من تسجيل هدف قاتل خلال الدقيقه الاخيره من هذه المواجهه الجيش الملكي نام كثيرا واستيقظ على ايقاعات فرصه كادت ان تمنح هدف الانتصار في مباراه اليوم اليوسفي حضر كره على طبق من الماز لتونغارا الذي رفض الهديه تتحول كره من جديد لرجاء لنصور الخضر لعبات كره من الشاكر خروج محمد امين البرقادي مازال الخطوره من جديد الرجاء
كاد أن يسجل الهدف، هدف الانتصار عبر زوير الوصلي لولا سرعة ردة الفعل من الحارس محمد أمين البرقادي. رجع واختار تايمينغ مناسب لتغطية الزاوية وإبعاد الخطورة. ضربة زاوية أخرى للرجاء من قدام.